تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل كفتة السمك بالبرغل. مقاديرها على الشاشة. معايا سمك فيليه قشر بياض خالي من الشوك والحسك، الحسك اللي هو الشوك، ودي مسميات. معانا برغل ناعم مغسول مسبقا، ومعانا بصل وتوم، فلفلة حلوة. اللهم صل على النبي. تشتغل ولا ايه بقى؟ قولي لي. العب. حلو؟ ناخد يلا بشتغل يا شباب، انا معاك اهو. ادوني التعليمات. سمك فيليه قشر بياض، برغل، بصل وتوم. كرفس. حلة على النار بتسخن، قليل من الزيت والزبدة. للتسوية. أهم حاجة شوية الشوربة اللي عندي دول. بقول لك شوية الشوربة دول هنعمل بيهم إيه كمان دلوقتي وإحنا مع بعض. شفنا المقادير؟ يلا بينا. حلو قوي. هناخد السمك ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قشر بياض هنا في قلب الكبة. يعني ده موجود. ما عندكيش قشر البياض بتجيبي فيليه بولتي، السمكة البولتي الكبيرة، بتوصل راجل السماك يخليها، وده اختياري. زي الفل. اخلص من دي، اشيلها من هنا واشغل الكبه بتاعتي. اوعى تحط حاجه تاني زي ما احنا كده. خلص الكلام. بص ايه الحلويات دي مع بعض. في شويه حب هنا. بتعملي كفته وانت عارفه بتعملي ايه. البرغل هنا بينضاف اول باول على السمك عشان نضمن عمليه الخلط. حلو؟ ده مهم جدا. شايف الخلطه دي؟ هي دي بقى. بص عليها تاني. خلاص كده جاهزه. طلعها من قلب الكبه زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضيها في بايركس او طبق عشان نبدا نشتغل مع بعض ونشوف الشيف هيكمل ازاي. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. شفت العجينه دي؟ هو ده كان سمك فيليه من شويه. كبار السن، الاطفال الحلوين، كل العناصر الغذائيه موجوده هنا. برغل يعني قمح كامل، فيه الحديد، فيه المعادن، فيه كل حاجه، فيه النشويات. شفت ازاي؟ نعم يا غالي. ممكن مخرجنا الجميل سأل سؤال حلو قوي، قال لي ينفع بدل السمك جمبري؟ ينفع ليك انت جمبري، انا عارف الدنيا حلوه معاك. بدل السمك الفيليه ينفع جمبري؟ بس هتعمل حسابك تستخدم جمبري لحم، كميه حلوه كده تقريبا كيلو. الخلطه معايا جاهزه،
معايا طاسة على النار شوربة السمك دي انا عايزها. هقول لحضراتكم اعمل بيها ايه. نبص على الرز، بص على الرز وادعي لي. ونروق الدنيا دي كده. طاسة على النار، صينية على النار، صينية في الفرن لو عايزة تسويها مفيش مشكلة. بنحط في الصينية دي زيت زيتون أو زيت عادي اختياري. بيسألوني على السوشيال ميديا بتستخدمك لزيت الزيتون كتير؟ والله هو صحي وزي الفل وآمن. عايزة تستخدمي زيت عادي مفيش أي مشكلة. استخدامنا للمادة الدهنية علمياً وطهوياً حسب الحالة الصحية. صحة بومب، استخدمي الزيت اللي أنت حباه وسمنة بلدي. بنعمل رجيم وعاملين كنترول، يبقى استخدامنا هنا للمادة الدهنية في كنترول كمان. هنبدأ نشتغل في الكفتة دي مع بعض. اللهم صل على النبي. مخرجنا نخليها فين؟ احطها لك دي، انا عارف مضايقاك، مضايقه ملاح. شويه ميه وابدا اتسلى كده وانا واقف ايه شغال. حلو. اخبار الزبده ساحت ولا لسه؟ نار شديده زي الفل. نبدا ايديا في الميه، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في العسل. نعمل كده كفتة السمك على طريقة المغازي اهي، فيها حب. الله اكبر، ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده. ونبدأ نحمر. شوف بقطع منها ازاي ملبن. عايزة تخلي اكبر من كده مفيش مشكلة، عايزة تعملها بالطول اهلا وسهلا اهي. احنا واخدينها على شكل دي كفتة اختياري زي ما انت عايز. الاولاد يحبوها كده، علمها بصباعك كده. عايزة تشويها على السيخ اهلا وسهلا، بس في حالة لما تشويها على السيخ هتعملي ايه هنا؟ بتحطها في التبريد شوية عشان تمسك في السيخ، لا تتولع وتخليك جدع بقى. هو ده اللي قدامي. حلو. طيب طب ما تطلعني فاصل ابن حلال انت. اعمل ايه بس؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. حاضر حاضر يا فندم يا مسهل. هنبدا ان احنا نصبع الكفته ونحطها في قلب الطاسه واحنا شغالين كده. الله. تعملي دواير، تعملها اصابع، اختياري بقى، بس يفضل للامانه هنا نار شديده وزيت سخن، ولكن كميه الزيت مع الزبده مش كتير. بالشكل ده كده مخرجنا الجميل يرضى عني ويطلعني فاصل صغير. نرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض بطاطس مشوية بالأعشاب، معايا شوية رز بيتكلموا مصري، هنكشف الغطا من عليهم كده ونشوف حلاوتهم وجمالهم، ومعايا كفتة ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحمرها مع بعض ونشوفها بعد التحمير. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البرغل دايما بيتحط في مكانه مع اللحمة مع الفراخ مع السمك، وجوده مهم جدا، وللأمانة وجوده بيلعب مركز الثقل في عمل الكفتة، سواء بنعمل كبيبة مقلية أو كبيبة صينية أو كبة مشوية، الكبيبة اللي عارفينها طبعا من المطبخ الشامي، أو إن أنا أخليه يشارك مع سمك فيليه. ليه يا عم الشيف؟ لأن البرغل طول ما هو محطوط في سائل بيفرز عضلاته ومكوماته اللي بتخليه مع الزيت مع سمنة مع مشوي سيد الموقف. هنا الكفتة بتستوي اهيت، أهم حاجة مش هنقلبها خالص دلوقتي لأن وارد إن الأنبوبة ممكن زي ما حصل معايا يفصل الغاز، أنت ممكن الأنبوبة تفصل معاكي غاز وأنت شغالة مع إن ما عادش في أنابيب دلوقتي كله غاز طبيعي، وارد.
ولكن هتلاقي نفسك اتحطيتي في موقف هتعملي ايه؟ سيبي الحاجه وتبداي تعلي النار تبقى نار شديده ويبدا التحمير يستمر عادي زي ما احنا شغالين. ولكن في سؤال اتسالته على السوشيال ميديا، شيف مغازي لو بحمر بطاطس واتفاجئت مثلا لو عندي غاز او عندي كهرباء ده حصل دروب ومفيش، اعمل ايه؟ البطاطس هنا تشرب زيت؟ ببساطه خالص بتطلعي البطاطس من الزيت وتسيبيها على جنب تصفي الزيت ايا كانت مرحله السوى بتاعتها، لغايه لما ترجعي لمكانك تاني والزيت يسخن كويس تبداي تنزلي بالبطاطس في قلب الزيت يرجع الوضع كما هو عليه والبطاطس تتحمر من غير ما تشرب زيت. فرصه حبيت اجاوب على سؤال كتير بيشغل الساده المشاهدين. الكفته بتستوي في النار، الرز اعتقد خلاص قرب يستوي، تعالوا نعمل البطاطس. الله العظيم اريق. هتقول لي دلوقتي صح. ما هو لازم حضراتكم تعرفوا حاجه مهمه جدا. الشغل في المطبخ حاجه وانت واقفه كده مع نفسك زي الفل، غير لما الشغل على الشاشه عشان نبقى واضحين وانتوا عارفين المصداقيه. عينيا انا عارف والله العظيم، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش، خليك مع الله واعمل الطيب يا مدد. اه حلو الكلام. اه شفت انت الحلاوه دي؟ اه واحنا شغالين زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اه الصوت بدا يظهر ازاي يا حلاوه. بص بص على الحلاوه، بص 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 من اللي في النص اهي اهي اهي، بص اللي في النص اهي اهي اللي انت بتتكلم عليه اهي، شوف طالعه ازاي اهي هو ده. اه اه وانا شغال. اه بص في النص. اه ناخد دي كمان، ناخد دي كمان. اه اه دي اللي في منتصف الفرن. اه نفس القصه. اه حبيبي اه شفت، وحطيت لك شويه فلفل حلوين عشان تحب الصورة الحلوة. اه شفت ازاي؟ اه 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 هو ده. اه الله عليك يا عم الشيف. آه. اه زي الفل. اه حاجة تحفة. اه هو ده. اه طالما فيها برغل قلبك يطمئن. اه شفت ازاي؟ اه يا دلعك يا شيف، يا دلعك يا شيف. ما بتشتغل ورامي حمولك على الله ربك بيكرمك. بس هنبدا ان احنا نشوف الرز اخباره ايه. تعالوا نغرف الكفته بتاعتي. تستاهل الطبق الحلو السمك ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله دي الكفته شايفه طالعه ازاي؟ طالعه لوحدها بين قلب الصينيه. وحاطط لك فلفل بقى ايه، والفلفل المستوي ده جنب الكفته ومن جور السعيد بيسعد. الف هنا وشفاء للي ياكل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه يا نعم. اه اه ده انا مدلعها لك اخر دلع اهو. فلفل الحلو ده انت بتحبه. بعدين دايما السبايسي اذا كان شطه او فلفل. اه الرز اللي مع السمك ده فيه تفاصيل كتيره للساده المشاهدين. دايما السمك البلطي محددين اقامته، يتعمل مقلي مشوي صينيه، ولكن نعمله مع رز. نختار السمكه زي ما قلت لحضراتكم الثلاثه في الكيلو او الاربعه في الكيلو، بيكون الحسك هنا قليل جدا اللي هو الشبار يعني. قطعت الرز بتاعته حطيتها في ميه، سلقتها وخدت الشوربه بتاعتها، شربت بها الرز اللي احنا عملناه. وفي الاخر التفاصيل بقى اللي حضراتكم شفتوها، ان انا حمرت الرز حمصته تحميصه حلوه. في الاخر يا عم الشيف نزلت بالسمك، طبقات من السمك، طبقات من الرز. ايه رايك مكانه حلو هنا ده كده؟ زي الفل. نشيل كل ده من هنا. تمام حبيبي. دايما الحاجه اللي بنعملها في متناول الجميع، وخاصه انا اخترت البولت النهارده لان البعض ممكن يعمل سمك الدنيس، يعمل سمك القاروص، سمك الجزل، سمك اللوت، سمك الوقار،
سمكة الدراك اللي هو الكنعد، مسمى في الخليج بتاعه كنعد، الحاجات دي كلها. ولكن اختار البلطي، يعني بقول لك ان سمكة البلطي دي عزيزة حلوة، بنصدرها للدنيا كلها، تقدر تستخدميها زي ما انت عايزة، وتفاصيلها كتير قوي على فكرة. We'll be right back.